كما نعلم فإن أزمة الكورونا تخلط أوراق السياسة، الاقتصاد والصحة، وغالبا ما يكون ذلك على حساب المجتمعات والأقليات الأقل نفوذا وتأثيرا. لفهم معمق أكثر للمؤشرات والتوقعات حول موقع المجتمع العربي في مواجهة هذه المرحلة بعد التطورات وتصاعد وتيرة انتشار الفيروس فيه، نرحب بضيفي عبر الإنترنت دكتور محمد خطيب، رئيس لجنة الصحة القطرية. أهلا بك دكتور محمد. أهلا بكم. دكتور محمد، تشير الأخبار إلى انتشار واسع للكورونا في البلدات العربية، خاصة في منطقة الشمال، وبعد أن وقعت الواقعة بدأت السلطات المختصة تركز جهودا واسعة لاحتواء العدوى. ماذا ستكون انعكاسات هذا التأخر على المجتمع العربي؟ صحيح، بالانعكاسات هذا التأخر احنا عمالين نشوفها اليوم في الأسبوع الأخير أو الأسبوعين الأخيرين. شفنا الارتفاع في عدد الحالات ونسبة الإصابة في المجتمع العربي، وهذا كان شيء متوقع. في هنالك أسباب طبعا اللي كان متوقع حسبها، أنه يكون في تأخر عندنا في اكتشاف أو في انكشاف هذه الحالات من المرض، وهذا اللي حصل. واليوم إحنا نتعامل مع المرض في مرحلة أخرى، في مرحلة اللي هي طبعا كانت مثل ما حكيت كانت متوقعة. هنالك صعوبات طبعا في التعامل، ولكن كمان هناك في مؤشرات ونقاط ضوء يجب يعني النظر لها والتعامل معها. لو بدي اقول اليوم تعال نشوف شو الوضع اليوم احنا الموجودين فيه، يعني شو المعطيات الاخيره والمؤكده في المجتمع العربي. احنا بنحكي اليوم على 641 حاله مؤكده في المجتمع العربي، هذا لا يشمل المجتمع او المدن المختلطه التي يعني ينقصنا المعطيات بالنسبه للعرب في هذه المعطيات. ونحن يعني لا نريد ان نقدر ما هو العدد لانه يختلف من مكان الى اخر. لحد الان اجري في المجتمع العربي ما يقارب 27500 فحص، واللي هن بشكل 13.5% من مجموع الفحوصات في المجتمع العربي. مهم جدا ان ناكد كمان بعض المعطيات المهمة، إنه في هنالك 136 شخص اللي أصيبوا في المجتمع العربي بالكورونا وشفيوا من المرض، يعني خرجوا من دائرة المرض. وهنالك طبعا في كمان 30 حالة لأن حالات بسيطة إلى صعبة وتستقبل العلاج أو تأخذ العلاج، والباقون يعني هن حالات اللي هن أصيبوا بالفيروس ولكن ما بنقدر نقول عنهم مرضى لأنهم ما عندهم علامات لهذا المرض. فيعني هذه الصوره من ناحيه المعطيات بشكل يعني سريع طبعا. ولكن كمان هناك قراءه اخرى دكتور محمد، عفوا منك، يعني بكل ما يتعلق بهذه المعطيات، يعني هل هذا يقول ان بما ان المجتمع العربي فقط الان بدا يدخل الى مرحله تفشي الوباء وفي الوقت نفسه الحكومه تستعد للخروج، هل هذا يعني ان خروجنا كمجتمع من الازمه سوف يكون متاخرا، اي بعد المجتمع اليهودي؟ بطبيعه الحال احنا يعني موقفنا كأشخاص اللي نتعامل في المجانب الصحي والطبي في هذا المجال كانت التوصية تاعتنا أن إحنا حتى إذا في بداية لخروج من الأزمة يجب الانتظار في المجتمع العربي إلى وضوح الصورة، وهذا يأخذ شيء من الوقت. يعني إحنا المفروض أن يعني التعامل مع مجتمعنا يكون متميز، لأنه من دون شك أنه إحنا لازم نبدأ كمان بمرحلة متأخرة. أضف إلى ذلك في هنالك خصوصيات في المجتمع العربي يعني ومميزات في المجتمع العربي. على سبيل المثال مناسباتنا، واليوم في عندنا شهر رمضان ممكن نحكي عن لقدام، ولكن في هناك خصوصيات اللي إحنا لازم نأخذها بعين الاعتبار. فواضح أنه مجتمعنا العربي يخرج من هذه الأزمة بشكل فعلي بشكل شوي متأخر أكثر من المجتمع الإسرائيلي أو المجتمع اليهودي عامة. نعم دكتور محمد، هناك من يقول أن يعني هذا هو ثمن إدارة الأزمة سياسيا، كيف تقيم أداء ومستوى اتخاذ القرارات بهذه المرحلة من الأزمة؟ في هذا الجانب الصحيح يجب أن يعني نركز على شغلتين. الشغلة الأولى طبعا بناء عليها كمان كانت كل القرارات بالتالي، وكان ممكن نقيم طبعا القرارات هاي، أنه الجهاز عامة الجهاز الصحي في إسرائيل هو جهاز لم يكن جاهز لهذه الأزمة ولهذا الوباء. يعني انظر التقرير مراقب الدولي من بداية شهر آذار اللي بيشير
لإشكالات كبيرة في جهاز الصحة، نقص في الأسرة، نقص في المعدات، في أجهزة التنفس الاصطناعي، القوى العاملة، الأدوية. كل هذه الأمور وضحت كمان بشكل كبير في تقرير مراقب الدول. إذن الجهاز ما كان جاهز لهذا الوباء. الشيء الآخر، آلية اتخاذ القرارات. لو انتبهنا واطلعنا للوراء في عملية اتخاذ القرارات، واضح أنه كان في هناك صراعات داخلية على اتخاذ القرار. كان هناك صراعات بين المهني والسياسي وفيما بعد كمان دخل الاقتصادي على المعادلة. فهناك كان واضح أن الصراعات هاي الخلافات داخل المؤسسة في عملية اتخاذ القرار، وهناك قرارات اتخذت بشكل مخطئ أو بشكل متأخر بناء على بسبب هذه الصراعات الداخلية. وهذا حتى الجمهور شعر في قرارات تتغير من يوم ليوم، صحيح، فيها تناقضات وكذا. الشيء الآخر، عدم أخذ بالحسبان الفئات معينة. على سبيل المثال المجتمع العربي في عملية اتخاذ القرارات، يعني هنالك يعني كان يعني تجنيب أو تهميش للمجتمع العربي في عملية اتخاذ القرار، في عملية كل إدارة هذه الأزمة. يعني ما كان في المجتمع العربي له تمثيل هناك حتى أخذ بالعين الاعتبار حاجاته ومميزاته في هذه الأزمة. فهذا أجبرنا إحنا كمهنيين عرب أن نأخذ دورنا ونقوم في كثير أمور اللي بالبداية كانت الوظيفة المؤسسة أنها تقوم فيها. فبالتالي هذا أثر على قرارات، وقرارات إجت متأخرة. أضيف إلى ذلك الصراعات السياسية وما يترتب عليها. يعني كان هنالك كمان يعني أديرت الحملة هاي أو هاي الأزمة من قوى سياسية، وكان هنالك قرارات المتأثرة بالموقف السياسي، الوضع السياسي الداخلي في إسرائيل، وبالتالي أدت إلى اتخاذ قرارات اللي هي مش بالضبط تتماشى مع الخطوات اللي لازم يقوموا فيها في بإدارة هاي الأزمة والإجابي على الحاجات بتاعت الناس. المجتمع العربي احنا يعني عانينا من هاي القرارات. بسبب ذلك انه تأخرت الفحوصات في المجتمع العربي، تأخرت عملية التثقيف والتوعية في المجتمع العربي. كل هذه القرارات جاءت متأخرة، وطبعا أثرت بالتالي طبعا على وجود المرض أو تفشي المرض في المجتمع العربي. اليوم احنا يعني الحمد لله يعني عمالين نشوف يعني اعتدال في المعطيات، لا أقول يعني انخفاض بالمعطيات، إنما اعتدال في تسارع الإصابات، وهذا شيء جيد يجب النظر إلى ذلك بعين يعني إيجابية. دكتور محمد خطيب، رئيس لجنة الصحة القطرية، شكرا لك على هذه المداخلة القيمة. شكرا لكم.